طيب على نفس الـ على نفس الـ الأسئلة برضو فيما يتعلق بالزمالك على نفس الوتيرة، بن شرقي مش هيكون موجود، طارق حامد بنسبة كبيرة في مشاكل كبيرة جدا جدا، وهو أصلا نهاية العقد بتاعه ما اتجددش، أبو جبل نفس القصة. شايف في ضوء كل الحاجات دي قدرة الزمالك على تعويض اللعيبة ديت؟ رزاق سيسي اللي كان بالمناسبة يعني مفاجأة صادمة، يعني الجمهور الزمالك مش شايفه بالمستوى ده بعد ما كان مكسر الدنيا مع الاتحاد السكندري، كان حظه حلو الأستاذ محمد مصالحي لما أخذ الراجل بخير وبعد في الآخر مستواه نزل خالص. فشايف ازاي من وجهة نظرك مين اللي ممكن يسد عجز اللعيبه الكتير اللي هتمشي من الزمالك ده؟ طيب انا هتكلم على اتنين لعيبه مهمين جدا، اشرف بن شرقي وطارق حامد. طارق تاثيره واضح جدا في قلب نص الملعب المدافع، حتى مع توظيف بعض اللاعبين زي امام عاشور ورؤى في هذا المكان، لكن المكان ده بيبقى له لعيبه محدده ذو فكر معين وطريقه معينه في النواحي الدفاعية، زي زمان كان مجدي عبد الغني، أشرف قاسم، الحتة دي بتبقى في طبيعة اللاعب. فأنا شايف تأثيرها موجود عندنا على نادي الزمالك بالسلب بعدم وجود طارق حامد. فأنت محتاج طارق إنك تقعده بأي شكل أو بتستعيد بأي لاعب أيا كان بقى. يعني أشرف بن شرقي تأثيره هيبقى وقتي، تأثير غيابه بالسلب يعني هيبقى يعني تأثير وقتي، هياخد ماتش اتنين تلاتة، بعد كده اعتقد نادي الزمالك لو يقدر يعوض لا هيبيعه بقى او هيستعيد بيه بلاعب للموسم الجديد لو في قيد لنادي الزمالك. لكن لو هو مشي هو هيسيب فراغ، مش كلام، لانه لاعب غير تقليدي ابدا، لعيب هايل جدا جدا وفكره سابق فكر اللاعبين داخل الملعب المنافسين يعني. فانا شايف ده هيبقى تاثير رحيل ابو جبل اللي ياثر. لا ما ياثرش، لا 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 انا شايف عواد ماشي بشكل كويس. لو رجع محمد صبحي اعتقد برضه لا، صعب صعب يعني. فرقه هي هي هيدفعوا فلوسه، او جنش جنش بقى هيرجع يعني عنده ده اعاره، عقده اعاره ما اعرفش هو يعني لو رجع جنش مع عواد اعتقد ده كفايه ويطلع حارس صغير في السن حارس يعني. صغير خالص.